هل الاهلي داخل في مرحله صدام مع اتحاد الكوره بقرار كابتن رمضان اللي اعلنه دلوقتي معانا على الهواء مباشره انه احنا عايزين حكام اجانب في بطوله السوبر بدءا من مباراه سيراميكا، في الوقت اللي اعلن فيه اتحاد الكوره انه امين عمر وانه محمد معروف وانه احمد الغندور، وقولي لي مين حكم رابع يا جماعه، دول الحكام اللي هيبقوا هم الحكام لمباراه لبطوله السوبر في الامارات؟ والله يا كابتن انا يعني اكيد هيبقى في صدام، بس انا شايف ان السنه اللي فاتت احنا تقريبا كان الحكام مش اجانب. لا، اخر السنه الاهلي طلب كله اجانب في ماتش الزمالك، ماتش بيراميدز، ماتشين بيراميدز وزمالك ما تلعبش وحد وماتش كمان الاهلي طلب حكام اجانب، والاهلي فاز في كل المباريات دي، وده يمكن اللي بخلي الاهلي مصمم على الحكام الاجانب. طيب انا شايف يا كابتن عادي، ما هو بيراميدز تقريبا طلب حكام اجانب، نعم، والزمالك نعم تقريبا، يعني احنا ده حقنا، يعني ما بطلبش حاجه طول ما انا يعني انا اللي ببقى يعني تكلفه حكام او اي مصاريف تخص الحكام بتبقى على النادي الاهلي، يبقى الاتحاد مش انا شايف. انت كلاعب وانت بتلعب كنت بتبقى حاسس طبعا حكامنا المصريين 10 على 10 وكلام جميل لازم يتقال عليهم يعني، لكنه لما كنت بتلاقي حكم اجنبي في الملعب كنت بتحس انك مطمن اكتر، مرتاح اكتر، حاسس ان انت هتاخد حقك تالت ومتلت؟ انا برضه يا كابتن مش عايز اقول كده، ما هو في برضه حكام اجانب للامانه، يعني ما بقوش يعني سيئين. طبعا نعم، مش احسن حاجه يعني نعم، للامانه يعني، لكن هي حته الحكم الاجنبي ما بتخليش الكلام كتير يا كابتن. ما بتخليش الكلام كتير. طبعا يعني لو حكم مصري هتلاقي ناس كتير تطلع تتكلم، لكن الحكم الاجنبي بيبقى وجوده ما بيخليش حد يتكلم، ما بيبقاش فيه اعتراضات كتير جدا. يعني انا شايف ان اتحاد الكره لازم يعني رغبه النادي الاهلي يكون فيه حكام اجانب موجوده، لازم ده من حقه يعني زي بقيه الانديه يعني.